إحساسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. يا أيها المختار، يا أيها المختار لمدحه ماذا أقول؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا محمد رحمة الدنيا ورائدها وصفوة الخلق من عرب ومن عجم في يوم مولده النور منبعث والليل يرحل والأكوان في نغم والفجر يبدو وضوء الصبح يتبعه هو الأمين هو الأمين بصدق القول متصف وبالمبادئ والأخلاق والشيم عفو رحيم نقي طبع ذو خلق قد صانه الله قد صانه الله قد صانه الله من فحش ومن وصم ويهجر الشرك والأصنام قاطبة لم يقرب له أو يسجد إلى صنم وراح يخلو بنور الله في كنف من الحفيظ فلم يضلل ولم يهم حتى أتاه أمين الوحي مبتهلا اقرأ محمد هذا النور فاغتنم فراح يدعو لدين الله فراح يدعو لدين الله ممتثلا
لدعوة الله في الإصباح والغسم. طه صلاة الله مني سرمدا، ثم الصلاة عليك يا نجم الهدى، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتحلل بها عقدة ألسنتنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم أرضنا وارض عنا واختم بالصالحات أعمالنا نلقاك يا رب نلقاك يا رب نلقاك وأنت راض عنا اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم أن نلقاك وخير ساعاتنا ساعة ندعى إليك ساعة أن ننادى لنذهب إليك نلقاك يا رب وأنت راض عنا اللهم إن وقفنا بين يديك يوم القيامة فقل لنا يا عبادي
أرضيتموني ورضيت عليكم. يا رب يا رب يا رب، كل المنى أن ترضى علينا، كل المنى أن ترضى علينا، كل المنى أن ترضى علينا، كل السؤل أن ترضى علينا، حياتنا كلها من أجل أن ترضى علينا. اللهم إنا نطلب رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نريد منك رضاك. اللهم لا ترد لنا مسألتنا. يا رب نحن نشهدك أننا تائبون، نشهدك أننا إليك عائدون، نشهدك أننا قد تركنا المعاصي، نستغفر الله، نتوب إلى الله، نرجع إلى الله، نعتذر إلى الله. سامحنا يا رب، سامحنا يا مولانا، يا رب سامحنا، لا نعلم ربا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا نعلم ربا يقبل التوبة إلا أنت، ولا نعلم ربا يستر العيب إلا أنت. يا رب لا نعلم ربا يجبر الكسر إلا أنت. منكسرون على بابك يا مولانا، يا رب أذل على أعتابك يا رب، محتاجون إلى رضاك يا مولانا، طالبون جودك يا مولانا، منكسرون على بابك يا مولانا، متذللون على أعتابك يا مولانا، ضارعون إلى جنابك يا مولانا. يا كريم يا كريم يا كريم، اجبر كسرنا، اجبر تقصيرنا. يا جابر الخواطر يا رب، يا جابر الخواطر يا رب، كسرت منا الخواطر بكثرة ذنوبنا، اللهم اجبرنا بترك الذنوب، اللهم اجبرنا بترك العيوب، اللهم اجبرنا بترك التقصير. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه في هذه الليالي من العشر الأخير من رمضان. اللهم لا تدع لأحد منا هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم الذنب الذي بيننا وبينك اغفره لنا، والذنب الذي بيننا وبين عبادك أعنا على رد الحقوق لأصحابها. اللهم اجبر كل مكسور، اللهم ارفع الهم عن كل مهموم. اللهم إن فينا مهمومين لمرض أولادهم ولا يرفع عنهم الهم إلا أنت. اللهم إن فينا مهمومين لبعد أولادهم عنهم ولا يرفع عنهم الهم إلا أنت. اللهم إنا فينا مهمومين لضيق ذات أيديهم، اللهم ولا يرفع الهم إلا أنت. اللهم إنا فينا مهمومين لمرض آبائهم وأمهاتهم ولا يرفع همهم إلا أنت. اللهم إنا فينا مهمومين لكثرة ذنوبهم ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا فينا مهمومين لكثرة سيئاتهم ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا فينا مهمومين لكثرة معاصيهم ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا صاحب الفرج، اللهم فرج عنا ما نزل بنا، اللهم وسعها على كل متضايق، اللهم اقض الدين عن كل مدين. هذه الأيادي التي امتدت لوجهك الكريم، اعصمها يا رب أن تمتد لغيرك، يا رب اعصم هذه الأيادي أن تمتد لغيرك، لغيرك ما مددنا يدا، وغيرك لا يجود ندا. يا رب بعزة وجهك الكريم، لا تمتد أيدينا إلا إلى فضلك، يا رب بعزة وجهك الكريم، لا تمتد أيدينا إلا إلى جودك، يا رب بعزة وجهك الكريم، لا تمتد أيدينا إلا إلى كرمك.
اللهم املأ أيادينا من خيرك ومن عطائك، املأ أيادينا من جودك، اللهم املأ أيادينا من برك يا كثير الخير يا كثير الخير. اللهم احفظ شبابنا، اللهم استر على أعراض بناتنا، اللهم إنا نعوذ من الشياطين أن تتخبط شبابنا وبناتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والخطايا أن تحيط بنا وبهم. أغثنا يا رب، أغثنا يا رب، أغثنا يا رب في هذه الساعات، في هذه النفحات. أنت قلت ليلة القدر خير من ألف شهر، أنت قلت تتنزل فيها الملائكة، أنت قلت أنك أنزلت القرآن في هذه الليلة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنت قلت أن الرحمات تتنزل في هذه الليلة. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقاء أهل النار، اللهم اجعلنا من ساكني الفردوس الأعلى، اللهم ارحمنا بهذا الشهر الفضيل، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم برحمتك يا رب العالمين. هذه ليلة القدر تتنزل فيها بكرمك، تتنزل فيها على عبادك بإعطياتك. اللهم يا رب العالمين اجعل لنا حظا وسهما كبيرا في ليلة القدر، في هذه الليلة التي تتجلى فيها على عبادك، اجعل لنا حظا وسهما كبيرا من هذه التجليات من القبول والمغفرة والرحمة يا رب، لنا وللمسلمين أجمعين، لنا ولخلقك أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تستطيع مع إنفوغراد الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهريا. من خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراد شريك النجاح. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا كريم،
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل بالأمس جئت فكيف كيف سترحل بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي ومن يدري أنت ستقبل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل يا ليلة القدر المعظم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجل كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل اعتق رقابا قد أتتك يزيدها شوقا إليك فؤادها المتوكل يا من تحب العفو جئتك مذنبا هلا عفوت فما سواك سأسأل رمضان لا تمضي وفينا غافل ما كان يدعو الله أو يتذلل حتى يعود لربه متضرعا فهو الرحيم المنعم المتفضل رمضان لا أدري أعمري ينقضي من قادم الأيام أم نتقابل فالقلب غاية سعده سيعيشها والعين في لقياك سوف تكحل. إنفوكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.